يعني في البدايه ديال العماد الفريق، وكنقدر المجهود الكبير اللي داروا، وتنحمد الله على ان هاد المجهودات ما ضاعوش، بحيث ان في نهايه الامر توصل بالتقرير الاولي للملاحظات، وما تقلق شيء لا هو ولا الاساتذه اللي مشاركين في هذا، خدا دوك الملاحظات وجاوب عليها وحده بوحده، لان طلبوا له تكمله بعض الشواهد ديال يعني تاع الشراكات، بعض الامور اللي هي هذا، وعاود جمعوه في الاجل ديالو وتبعوه يعني بواحد الجديه اللي جعلتني فعلا تنقول الحمد لله معنا هاد الناس نساء ورجال اللي ملتزمين في هذا التوجه ديال البناء. بغيت ايضا نوه بهذه المبادره، راني اول مره كنتلقى في واحد الماستر اللي غادي ينطلق في جلسه كي بحال هذه، ملي جا عندي السي الشطيبه مع السيد العميد قال لي شنو باغي نديرو، قلت لي والله الا فعلا مبادره نبيله، لان غادي تجعلنا في واحد النقطه نسميوها نقطه المنطلق صفر بالنسبه للتنزيل، لان المرحله الاولى فتناها ديال الاعتماد، حنا اليوم تنوجدوا تنديروا التحضيرات فيما يتعلق بالتنزيل ديال هذا المشروع في السنه القادمه. فانطلاق هذه الاجتماعات في شهر يوليوز او يونيو، وطبعا يوليوز من بعد، دليل على ان التحضير تيكون تحضير اللي هو دقيق، وتحضير اللي هو يعني كيلم مختلف المشاكل ديال التنزيل. فاقترح عليا الفكره ديال انني نحضر معكم هذا الاجتماع الاول، وحبت الفكره لان انطلاقا من واحد العدد الممارسات اللي شفناها في رئاسات الجامعه تترتب بعض المشاكل اللي كترتب على التنزيل انطلاقا من سوء التحضير. يعني كان يوجد واحد المشروع كبير كي بحال هذا في اطار واحد يمكن نسميوه اطار نظري، نجلسوا بيناتنا كنتفقوا، ولكن على مستوى التنزيل ما كان يوجدوش جميع الحيثيات اللي هي ضروريه لنجاح المشروع. ولكن الحضور ديالكم اليوم والاجتماع اللي درتوه اليوم تيبين على ان عندكم هذه الاستباقيه، والاستباقيه اساسيه باش الانسان يعني يتطرق لمختلف القضايا اللي يمكن تطرح على مستوى التنزيل. واللي عجبني في المبادره ديال السي شطيبه قال لي الله يخليك الى ممكن يعني تحط نفس السياق القانوني اللي حنا فيه، وتذكروا في نفس الوقت لان الاساتذه اللي شاركوا في المضمون ديال المشروع راه ساهموا فيه بيداغوجيا، وكل واحد راه جاب تصور ديالو الموديول ديالو، ولكن هذه الجلسه بحال هذه راه مفيده جدا باش كل واحد يكون عارف اشنو الاهتمامات ديال الاخر والتصور العام ديال المسلك فين غيمشي. وفي نفس الوقت تنستحضروا معنا تتحضر معنا العماده السيد العميد مشكورا اللي كان يعني منذ التحاقه بهذه المؤسسه، وحنا مسرورين لان الحمد لله الخصال اللي كنا تنتظروها ما كناش تنعرفوه، ولكن الحمد لله بان دابا على ان كل ما كان منتظرا من ايجابي ومن الجديه ومن العمل والالتزام كاين. فالاجتماع اللي حنا فيه اليوم بحضور اذا الفريق البيداغوجي، لان كاينين سته المستويات اللي معنيين بحال هذا الشيء، طبعا واحد ما يمكنناش نحضروه، يمكن نقولوا جوج لان صعيب، ولكن الاغلبيه ديال الفاعلين راه حاضرين. تنقصد الفريق البيداغوجي كله، المنسق اللي هو معنا لان حنا اللي انتخبناه ودرناه باش يبدا ينوب علينا، المؤسسه اللي كيمثلها السيد العميد، عندنا طبعا رئاسه الجامعه. انا قلت لك لاول مره انا شخصيا كنحضر في واحد الاجتماع بيداغوجي بحال هذا باش نتذاكروا ونشوفوا شنو هما مختلف القضايا. قلت كاينين جوج الاطراف اللي صعيب نحضروهم اليوم، ولكن ربما في المستقبل غادي يحضروا، هما الطلبه والشركاء السوسيو اقتصاديين، سته او سبعه الشركاء ملي تيتلاقاو وتود لطب ما يمكن يديروا الا حاجه مزيانه اللي فيها المصلحه العليا. اذا هذه المقاربه اللي تنسجلوها هي مقاربه تشاركيه، وانا مأكد بانها غادي تستمر المقاربه التشاركيه بواحد يعني النواه الصلبه اللي هما الاساتذه.
تنسجل ايضا الاصاله ديال هذا المشروع، لان حسب علمي ما ظنيتش واش كاين شي مشروع اخر بحاله على الصعيد الوطني، لان كيتطرق لبعض القضايا اللي هي استراتيجيه بالنسبه لبلادنا، بالنسبه للمجتمع، بالنسبه للامه الاسلاميه بصفه عامه. ملي تكون القضيه مرتبطه بالتواصل الشرعي على قضايا مصيريه، هذاك هو اللب ديال الموضوع الاستراتيجي، راه هو هذاك. فكاين هذه الاصاله اللي تنسجلوها. انا قلت لك ربما اذا كان شيء انا ما عارف شيء، ولكن ربما هو الوحيد اللي في هذا الموضوع في هذا المستوى ديال العمل. ثم الاهداف اللي سطرها، كنت دائما كنتمنى ان كليه الشريعه يعني ترتقي، هي الحمد لله راه راقيه، ولكن بغيناها ترتقي اكثر، كنطمعوا فيها اكثر انها ترتقي لمستوى التواصل، ماشي غير المحلي ولا الوطني، التواصل الدولي. والتواصل الدولي على قضايا الشريعه، على النموذج المغربي اللي دابا ولا كلشي كيفتخر به الحمد لله، ولا مطلوب افريقيا واوروبيا. ما يمكنش ديرو بلا اللغات مع الاسف، ما يمكن ليكش دير يعني تعرف بالنموذج المغربي بلا ما دير الانجليزيه وبلا ما دير الفرنسيه. وكنظن بان الفريق ديالنا اليوم راه كيضم مختصين في هذا التوجه، وان البعد اللغوي والبعد الاشعاعي اكيد حاضر عند الاساتذه ديالنا بشكل واضح. ثم طبعا الديناميه اللي كيقودها صاحب الجلاله الله ينصره على صعيد افريقيا وعلى صعيد العالم، وهذا النموذج اللي تيتبلور هادشي كله كيخدمو غادي يعني الحمد لله في واحد التوجه، شكرا، التوجه اللي هو بناء ما فيهش النقاش. فملي طلب مني السي الشطيبه باش نحضر، انا طبعا ربما غادي نثير بعض الامور اللي كتعرفوها، واني ما فيها بس نعاود ندير شويه التكرار، لان منها كتجي المشاكل. اي استاذ، اي مشروع تيكون في العمل ديالو مؤطر بقانون. راه النهار اللي كان تجاوز الاطار القانوني تنقولوا هزني الماء، غادي تكون عندي مشاكل، لا انا ولا اللي معايا. فالاطار العام اللي كيحكمنا على صعيد الجامعه هو ديوان لاروا 0100، اللي فيه مجموعه من المسائل اللي كتحدد الهويه ديال الكليه، وكتحدد يعني الصلاحيات ديال الاستاذ والاداره والفريق وفاش من الاطار خص يخدم. اذا هذا كنستحضروه وراه عندكم كاملين وراه بين يدينا، ويمكن لنا في اي وقت نرجعوا له فيما يتعلق بالمسائل اللي يمكن يكون فيها خلاف، حالا واش ندير هذه واش ما نديرهاش، نستحضر هذا القانون. كاينه المساله الثانيه واللي هي اساسيه واللي خص كليه الشريعه تشتغل عليها، راه هذه غير اليوم جبناها في مجلس الجامعه، النظام الداخلي للمؤسسات. انا عارف بان كاين واحد التصور عندكم واشتغلنا عليه، خصنا نزيدو نشتغلوا على هذا النظام الداخلي للمؤسسات، لانه هو اللي كيضبط ما للاداره وما للاستاذ وكيفيه التعامل، والتعامل ديال الاستاذ مع الاداري. القانون الداخلي اساسي وخص يكون عندنا، ونبقاو نحطوه حتى هو دائما فوق الطبله باش نبداو نرجعوا له. كيتجي المستوى الثالث ديال العمل اللي غادي اطرنا كاملين، هو ديفتر الضوابط البيداغوجيه، لان حتى هو صدر في الجريده الرسميه ولا قانون كيلزمنا كاملين. يمكن نختلفوا شويه على التاويل ديال ما يتعلق بنقطه ولا هذا، ولكن ملي كنرجعوا له تنقراوه في المضمون ديال الوحده، شكون اللي غادي ينسق الوحده، الا كان الاستاذ مريض وما ما جا شيء شكون اللي يمكن ينوب عليه، كيفاش يمكننا نديروا هذاك الشيء كله واضح، لان ذوك الخانات المتعلقه في دفتر الضوابط البيداغوجيه اللي هو قانون كيحسم فيها. وكنرجع للمستوى الرابع اللي ولا هذا الوثيقه ملي خرجت بين يديكم ومشات لانياك وتعتمدات، وجاتنا رساله من السيد الوزير، شكرا، تيقول لك هذا المشروع راه معتمد، هذا دابا تيولي وثيقه مرجعيه اللي كتحكم العمل ديالنا والعلاقه ديالنا لا مع الطلبه ولا مع الاداره، وهو على اساسه غتكون المحاسبه.
اسمحوا لي واخا بعض الوقت هو المحاسبه راه لا يحسبنا والله، ولكن نستحضروا دائما ان يقدر شي واحد يجي وحنا راه دوزناهم، يجي شي واحد شي نهار يقول لك الله يخليك هذا الشيء اللي كدير معاه باش غتجاوب غتجاوب على هذا الشيء، ولكن ماشي غير هذا الشيء، نقول ها اللي كنت باغي ندير هاد الماده هادي، ها المضمون، ها المحاور، ها كيفاش كنت باغي ندير لا سيليكسيون، ها العدد الطلبه اللي غادي ناخذ، هادشي كله مسطر هنا هو دونك تيولي هذا وثيقه مرجعيه اللي تنشتغلوا عليها. ولكن الا اشتغلنا عليها وما تبهناش لبعض الامور النهار اللي نبغاوها ما نلقاوهاش. اشنا هي هاد الامور؟ هي مسائل التوثيق، مسائل التوثيق، التوثيق، التوثيق جميعا، لا اساتذه ولا اداره ولا فريق ولا منسق. داكشي علاش تنقول راه الى الهيكله الاداريه ديالنا خصنا تدينا في نهايه الامر اننا نصدروا مجموعه من وثائق اللي كتثبت داكشي اللي كنا درناه. الا كنت تنقري انا ما نكرهش، وكنت انا كنديرها ملي ندخل ندير شي شهود بانني قريت داك النهار، ماشي الاداره تجي تجسس عليا، لا لا انا براسي غادي نديرها، ندير يعني شهاده الحضور ديال الطالب، هذيك راه بمثابه كتحميني انا الحصه قريتها وفق هذا الدفتر هذا بدايه الحصه ولا في نهايه الحصه كنوزع واحد اللائحه كيوقعوها لي الطلبه، هذيك كتحميني انا وبها غادي نحسب عدد الساعات اللي قريت، الا درت ساعات اضافيه بها غادي نتحاسب مع الاداره، وهذيك الوثيقه كتبقى عندي ويمكن لها تكون عند السيد المنسق. علاش قلت انا دابا المستوى الثاني ديال الاداره تيكون في لارشيف ديال المنسق، دابا السي الشطيبه راه ما بقاش غير استاذ عادي ولا منسق ديال الفريق، وهذا الفريق هذا راه خص يكون عنده لارشيف، بالاضافه لارشيف اللي غادي يعطي الاداره تيكون عنده ايضا هو وثائق اللي كيدافع عليها بها على الفريق في حاله ما، الا كان لان اي واحد مسؤول الا تيكون طبعا معرض، يمكن تكون تهام يمكن تكون، ولكن خصو يكون عنده المسائل ديالو باش 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 يثبت على فديفتر الضوابط اللي هو القانون مهم، وهاد هاد الوثيقه اللي اليوم تعتمدات كنزيدوها حتى هي لهاد الترسانه، هذه هي الوثيقه الرابعه ولا الخامسه اللي حتى هي دائما تكون قدامنا باش نخدموا عليها. ما يلزمنا كفريق، وهذا الشيء كتعرفوه عشان تنعتذر على انني كندير بعض التكرار ديال بعض الامور ربما بعض البديهيات، هذا الشيء اللي مكتوب هنا يلزمنا ماده بماده والمحاور محور بمحور، وإلا كنا لان مع الممارسه ممكن من هنا عام عامين مارسنا بعض الامور بانت لينا بان بعض الامور يمكن في الوقت اللي حطيناها ما انتبهناش، كان فيها خصاص ولا كانت اضافه زايده ما ماشي مهمه، يمكن ليكم تبدلوا، يمكن لينا نبدلوا المضمون ديال واحد الماده، بل يمكن لينا نبدلوا ماده كامله، واحد الماده بانت لينا لانها غير زدناها هذيك الساعه ولان كل شيء كيتطور، المضمون ديالها ولا موجود في الانترنت ولا كذا، يمكن لينا نبدلوها، ولكن راه ما عندناش الحق نبدلوها من دايتنا راسنا بوحدنا، اي حاجه درناه كنوثقوه بمحضر كنصيفطوه لرئاسه الجامعه وكنصيفطوه للسيد الوزير باش يعضوا على لانياك، وتيجينا قرار بما فيه تغيير المنسق ديال الوحده او حتى تغيير المنسق الماستر الا كان مستدعيا ولا شي حاجه، ما عندناش الحق نبدلو شي حاجه الا ما كانش عليها محضر، الا ما درناش ذاك المحضر هزيناه صيفطناه لرئاسه الجامعه باش هي تصيفطو للهيئات اللي مكلفه بالاعتماد، لانهم عطاونا الاعتماد على هذا، دونك ما بقاش عندنا الحق اننا نبدلوا فيه اي حاجه الا ما عاودش خبرنا وانتظرنا الجواب ديالو، اننا يقولوا لنا فعلا دابا غير منسق المسلك الا بغينا نبدلو كنراسلوا لانياك، بغينا نزيدوا في عدد الطلبه لان هنا جانا الاعتماد مثلا عندكم الحق تاخذوا 30 طالب، نقولوا مثلا باين عليها الضغط وكذا بغينا نزيدوا واحد 10، يمكن لينا نقولوا تغيير تعديل المشروع بعد اذن الوزاره وننتظروا يجينا هذا. فاذا هادو هما المسائل اللي بغيت اننا نحطوهم قدامنا دائما، ولا اشك الحمد لله انكم عارفين هذا الشيء. تنزيل ديال هذا الشيء كنظن فيه نقولوا اربعه المستويات، كاين المستوى البيداغوجي
ها هو هضرت عليه، يعني التقييد بالمضامين اللي كاينه في التفطار. كاين المواكبه الاداريه اولا في المستوى ديال الاداره والمستوى ديال المسلك، باش دوك الوثائق اللي كنتجو، لان كنتجو يوميا وثائق، تقارير، محاضر. الاجتماع ديال اللي عندنا اليوم راه غنديروا له محضر، وهذا المحضر هذا بالحاضرين وكذا اللي اتفقنا كنحطوه في الارشيف، تيكون اذا المواكبه الاداريه باش يكون فيها الارشيف لغرض اننا هذا غرض، الغرض ديال هادشي هو ما بعد، ما بعد الله اكبر التقييم. الله اكبر على التقييم. إذن كاين المستوى ديال إذن التنزيل البيداغوجي والمواكبة الإدارية. وأنا غير قبيلة مع السيد العميد تأكد لي بنا الحمد لله زعما إدارة حاضرة ومواكبة، لأن حتى هي واعية بالأبعاد ديال أدنى خطأ، لأن الخطأ إذا كان صغير من بعد تيولي كبير. السيد العميد راه واعي بهذا الشيء، وطبعا التوثيق، الفوتوكوبي، المسائل كلها ما فيهاش نقاش، مأكد بأن السيد العميد غادي توفر. قلنا التوثيق علاش؟ حماية لأنفسنا وحماية لمصالح المسلك في أي وقت تقييم، لأن خصنا نصدروا تقارير ديال التقييم مرة في سنتين، وربما غادي نديروا تقرير اللي نبغيو نديروا التجديد. إذا خص يكون عندنا علاش تنبنيو وتنديروا ملاحق بالنسبة للمؤشرات اللي ديال الخريجين، عدد الطلبة وداك الشيء كله. دابا هاد اللجان ديال التفتيش وراه عاد جات عندك تعرفوها، كيطلبوا لنا بعض الوثائق للتقييم وللارشاد والتوجيه. ونقولها لكم صراحه ان كاين تنويه بالعمل اللي دار على صعيد كليه الشريعه، لان كان السلك الثاني، السلك الثاني دار وثائق بحال هادو بالنسبه لكل ماستر. هو في الحقيقة استجابة للمراسلات اللي كتجيكم من رئاسة الجامعة، كنطلبوا منهم الله يخليكم باش نكونوا واضحين، وثقوا جميع العمليات من البداية حتى النهاية. والسلك الثاني جمع هذه الوثائق الصفحة الأولى إعلان، بدءا من الإعلان، قبل الإعلان درتي فيها المحضر ديال الفريق، هذا يعني ديال المنطلق. من بعد إعلان ديال الموجه لعموم الطلبه بما فيه تيراج ديال لاباج ديال الانترنت ولا الفيسبوك الموقع الا كانت تنشر. كدوز كتلقى الاجتماع ديال لجنه، تلقى بعدا محضر ديال الطلبه اللي قدموا الترشيحات. احيانا تتكون لائحه طويله شي بس ما كاين، تنديروا فيها السميات كاملين، فلان فلان فلان، الانتماءات ديالهم منين جاوا. كندوزوا المحضر ديال اللجنه اللي دارت الفرز الانتقاء الاولي، وهذاك المحضر تيكون فيه المعايير، وهذوك المعايير راهم جاو من الكيد ديال اللي خداو به الاعتماد. من بعد كنقلبوا للصفحه، هذا الملف هو كاين، يمكن السيد العميد ولا السيد الثاني يوريه لكم النموذج اللي كنتظروه من اي ماستر بحال هذاك. راه كنفتخروا بهذا العمل اللي انا دار في هذه الكليه بالنسبه للمسائل. التعاون ديالكم استاذ. لا صراحه، والاخوان من اللي جاوا يعني نوهوا بهذا العمل صراحه، لان لقاو واحد التوثيق، واحد العمل فيه محاضر وفيه توقيع الاساتذه، والاساتذه كلهم ماشي المنسق بوحده.
اساتذه كلهم تنديروا محضر كنوقعوه. حنا خدينا هذه اللائحه، هاد الطلبه 30 راه جاتنا 1400 خدينا منها 30. علاش؟ ها المعايير اللي درنا، ها النقاط، بحيث واحد العمل بغيت نهنيكم صراحه، نهنيكم عليه، لان ملي تتكون الشفافيه بهذا الوضوح حنا كلنا معرضين للتهم. ماشي مشكل، غادي نجي غادي نجبد لك الملف، اجي اخويا نشوف الا ظلمناك ورينا فين ظلمناك، وهكذا الدنيا هانيه. فهذا عمل اللي صراحه كان هذا، وانا مأكد بان سيستمر ان شاء الله، سيستمر، وان هذا العمل ان شاء الله غادي يكون بنفس المساله اللي ربما غادي تطرح لنا دابا من هنا للمستقبل. هي واحد الجدوله ديال مختلف العمليات اللي خصها تكون، هذاك الشيء اللي غادي نبقاو ننفذوه من بعد ديال فتره الانتقاء، فتره الليجان اللي غادي ديال العمل ديال لا سيليكسيون، الشفوي، الشفوي بين قوسين تنقولوا الشفوي ما يكونش، باش تبقى يعني ديك الشفافيه المطلقه ووثائق الاثبات تكون مكتوبه. يعني انا كنتمنوا ان زعما نمشي في هذا التوجه، تيبقى الكتابي، ايه تيبقى الكتابي هو الاساس، هو الاساس. لان علاش نقول دابا يمكن اي واحد يجي يقول لك انا مظلوم، لان الانسان اللي ما تينجحش كيتصحابوا بان مظلوم، ما تيعرفش هو. فمن الاحسن تكون عندنا المسائل ديالنا هذا. اذا قلت الجدوله الزمنيه غير هذه راها مرتبطه بواحد التصور عام كان دارته الوزاره. فجاتكم الجدوله السنويه، ربما راكم عندكم، الا ما عندكمش تصيفطوها لكم الجدوله السنويه. استاذ عندي السيد الرئيس عطيتها لشي للكاتب العام باش يطبعها. لا نصيفطوها لكم ان شاء الله. صافي ديك البرمجه تكون خصها تكون شويه مطابقه مع ديال الوزاره، وحنا راه عندنا اجتماع نهار 24 في هذا ديال التنسيق، وغادي نطرحوا فيها ايضا هذه الجدوله، لا بالنسبه لمسالك الماستر ولا بالنسبه لمسالك الاجازه. وغادي نحاولوا على اننا يكونوا شويه متقاربين مع التصور العام ديال الوزاره، على اساس اننا في سبتمبر الاسبوع الاول راه غيكون ديال التسجيلات وكذا، الاسبوع الثاني خاص الطلبه يكونوا يتسجلوا والدراسه تكون مطلقه. وانا عارف اللي كينتظر السي الشطيبه، وانتم كاملين طبعا غادي تعاونوه بالنسبه لهذا الماستر بالخصوص، لان فيه الجانب التطبيقي. انا درتو فيه الجانب ديال لي ستاج والجانب ديال التدارب اللي خص يديرهم في مصالح وادارات، لا ادارات ولا المصالح ولا الشركاء ما تيبغيوش يقبلوا الطلبه ديالنا الا ما عندهمش الضمانات. طبعا ما غاديش انا يجيب شي واحد يصد علي يضيع لي وقتي، ما الا ما عندوش الضمانات على انه انسان معقول وجدي وتحافظ على السر وكي هذا. وانا مأكد بان كلكم غادي تنخرطوا في هذا التوجه باش تعاونوا الطلبه يلقاو التدارب ديالهم. وهنا الدور ديال الشركاء السوسيو اقتصاديين. كتبقى النقطه الاخيره اللي بغيت نهضر عليها هي ديال الاشعاع. طبعا بدون شك ان التصور ديالكم لهذا المسلك كاين معاه مجموعه من الاشياء اللي خصها تنزل على مستوى التعريف به، ولا على مستوى الندوات اللي يمكن حتى الطلبه يديروها، لان هذه بالورود فيها مهارات، السوفت سكيلز، مهارات موازيه لا في اللغة ولا في طريقة الطالب كيفاش يهضر. دونك غادي تكون واحد ترسانة، واحد برنامج واحد آخر ديال الأنشطة الموازية اللي غيكون الهدف ديالو هدف إشعاعي، ولكن أيضا هدف تكويني بالنسبة للطلبة، بالنسبة للطلبة ديالنا اللي معنيين، بالإضافة إلى كاين بعد التواصل على مستوى مختلف المراحل باش كلشي يوصلوا الخبر بأن كاين هذا الماستر. من بعد كاين التواصل فيما يتعلق بالانشطه ديال الماستر بنفسه. ملي كنهضر على هذا الماستر راه كنهضر على لي ماستر كاملين ديال الاستاذه والماستر كاملين، راه معنيين بهذه العمليات. التواصل اساسي لان به كتعرف الكليه وكتعرف الجامعه ديالنا، وانا مأكد بان هذه الجوانب كلها غادي تساعد على اننا نحققوا الاهداف النبيله اللي حنا بغيناها، وراه ذكر بها السيد العميد الاهداف ديال يعني المواطنه بالدرجه الاولى، الهدف ديال الصفاء، ان المغرب عنده خيارات صافيه ما تيبغيش فيها الضباب يعني نمشيو فيها، والاخلاص اللي الحمد لله هو ثابت
هنا اليوم كنشوفوا الزملاء ديالنا كلهم طوعين. انا كنعرف السي مصباحي السي بلاوشو الاخوان كاملين. لا ملي كنتلاقى واحد على مشاريع بحال هذه وكلها تطوعيه، انا براسي راني تطوعي، راني جينا في هذا الاطار باش تكونوا هذه علامات الخير اللي كتبين بان الحمد لله كلنا كل واحد في المستوى ديالو تيدير داك لو غران. فهادو هما بعض الافكار اللي بغيت، ولكن بغيت هضرت مع السيد الرئيس قبل ما اجي دابا، قال لي الله يعاون سير الاخوان محتاجين زعما الى اي حاجه بغيتو محتاجينها من جهه رئاسه الجامعه على مستوى الاتصالات الخارجيه، على مستوى الدعم، على مستوى راكم عارفين الجامعه راه الجامعه ديالكم. كنا غادي نبقاو راه الاشاره واللي نبغي طبعا ربما الى احتاجيتو نعطيها لكم هي قرارات مجلس الجامعه. و سي بن جبور اخوان راه زعما كاين، لان كاين مجموعه من القرارات اللي كتحسم في قضايا قضايا بحال مثلا بون التكرار ديال الطلبه كتعرفوا بان محكوم بالقانون ثلاث سنوات ما يتجاوزش عارفين الماستر تيقول لك السنه الاولى عنده السنه الثانيه الى ما نجحش كنعطيه سنه احتياطيه. وراه كاين تماك في لو سي ان بي واحد النقطه مهمه باش تكونوا عارفينها، راه الى ما نجح السنه الثالثه ما بقى له غير الطرد. وكانت عندنا حالات بحال هادو صعيبه، كاين بعض الاساتذه كيطيحوا في هذا، هو خطأ في الحقيقه، لان ما دام القانون واضح الطالب ما كملش البحث ديالو ما كملوش، تنقول لي غير سير حتى العام الجاي، تيمشي العام الجاي ما تيكملش عاوتاني تيولي خارج القانون. دونك ملي تيناقش ديك الساعه، لان المناقشه تتكون امام الملا متقابل بالصور، ما يمكنلكش تقول بانني ناقش البارح كتناقش شي حاجه اللي ما وقعت لنا هذه الحالات، بعض الحالات بحال هذه وكانت صعيبه. كيولي الطالب مفاليدي لي موديول كاملين الا ديال البحث، يعني البحث هو سيمستر على خمسه وسته الوحدات، تيولي ضايع هذا، خصك دير جيمناستيك باش. فهذه مسائل اللي خصنا نحاولوا نتلافوها. اذا كان طالب يعني ما استوفاش الوحدات ديالو كيدير اعاده التسجيل الى سمح له القانون، والى ما سمحلوش القانون خصو يكون عارف بان لا سيما في الفصول الاخيره كنرجعوا للمحاسبه معاهم باش كل واحد يكون عارف ما له وما عليه. كاينه قرارات مجلس الجامعه كتنظم بحال هذه الجدوله فيها قرار. دونك يمكن لينا نرجعوا لقرارات المجلس ونعطيهم لكم في اي حاجه كاينه بالنسبه لهذا، باش يمكن الاخوان يكونوا عارفين المسائل اللي كتاثرنا كاملين. اذا احنا راه الاشاره وتنشكركم على شكرا.